أنا سليل المدن التي لا تموت. في البصرة كان المنشأ المولد، واستمرت الحياة بي في بغداد حيث أكاديمية الفنون الجميلة، وصولاً إلى الغربة لأكثر من 20 عام، ولكن لم يتزحزح في داخلي اسم هذا الوطن. قدمت الكثير في المسرح والسينما والتلفزيون والإذاعة، ولكني أجد أن تحت جلدي ما زالت مئات الشخصيات لم تمثل بعد. أنا محمود أبو العباس. حياكم الله مشاهدين الكرام، مشاهدين شاشة الرشيد الفضائية بحلقة جديدة من برنامج أنا. ممثل ومخرج وكاتب مسرحي، يعتبر من أحد الأرقام الصعبة في الدراما العراقية، أستاذ محمود أبو العباس، حياك الله. أهلا وسهلا، مرحبا، نورتنا اليوم. أنت النور، شكرا جزيلا على الاستضافة. نتمنى يعني أن يكون اللقاء يعني يضيء الكثير من الجوانب التي لم نكتشفها في لقاءات سابقة. 10 أسئلة راح نبلش بها، وأريد جواب سريع لكل سؤال. تفضل. أخاف من؟ يعني أخاف من أن العمر يستمر وأني ما مقدم كل ما عندي بالمسرح بشكل خاص. أحب في المرأة؟ الثقة بالنفس. لقبي المفضل؟ صاعد النخل. وصفي بكلمة؟ يعني ما جاي تحضرني شيء. ما تغار من شيء؟ أغار؟ لا طبعا، يعني عمر الغيرة ما مرت علي، لكنه أنا أعتبر الغيرة أحيانا تأتي بالإيجابية للفنان. نعم. بشكل خاص عندما يحاول أن يرتقي بأدواته الأدائية، أدواته الفنية، عندما يشاهد عمل لأحد زملائه. لا أتنازل عن يعني قيمتي كإنسان، أولا كعراقي، أولا كفنان، أولا يعني يجب أن أكون على قدر مسؤوليتي في إحداث شيء يفيد المجتمع العراقي بشكل خاص. عيبك الكبير؟ طيبتي التي لا معنى لها. أقرب شخص لك؟ عائلتي. عائلتك هم أقرب الناس لك؟ أي طبعا، الله يخليهم. أحب وأكره في شكلي؟ هو أنا كان عندي مبدأ أقول أنه القبح والجمال، يعني القبح فيه الكثير من الجمال أحيانا. نعم. أنت ترى شيء وأنا أرى شيء، والجمال تجد فيه قبح، أنت ترى شيء وأنا أرى شيء. ومبدئيا أنه أنت بما أنه إنسان لا تستطيع أن تخلق عود، صح، نملة لا تستطيع تخلق نملة، فبالتأكيد هذا أمر من رب العالمين لا أستطيع الإشراك به. يعني نقطة ضعفك؟ قلت لك طيبتي متناهية. وين ودتك طيبتك؟ والله هي أحيانا تسوقك إلى 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 أماكن أنت لا تحتاجها، يعني أحيانا تكتشف متأخر الكثير من الأحلام الوردية بالآخرين هي عبارة عن سديم. يعني طيبة تخون أحياناً؟ تخون مو أحياناً، دائماً الطيبة من ما تكون يعني في موضعها الحقيقي أكيد تخون ذاكرتك وتخون شخصيتك، لأنه إحنا الآن بالثقافة الحالية، لا أتحدث عن سابقاً. نعم. يعني عن عمر، أنه بالثقافة الحالية في زمن كل من يقول يا روحي على قولته، هن صحيح مسألة كلش مؤلمة أنك تكتشف ناس قدمت لهم كل ما تستطيع يعاملونك أو يردون ذلك بجحود إليك. يعني راح نغوص أكثر وياكم بشخص ضيفي لحلقة هذا اليوم لبرنامج أنا بعد هذا الفاصل. رجعنا إياكم مشاهدين الكرام حتى نكمل تفاصيل حلقة هذا اليوم مع ضيفي الأستاذ محمود أبو العباس. أستاذ محمود، 20 سنة غياب عن الوطن، 90% من الجوائز العربية في الإمارات، دولة الإمارات العربية المتحدة، كل هذا الغياب أسست للمسرح الطفل بشكل خاص والمسرح بشكل عام، واليوم عودة للوطن، ليش هذا الغياب وليش اليوم رجعت؟
هو طبعا الكثيرين او الكثيرون يعرفون انه السبب مغادرتي للعراق هو بامر خارج عن ارادتي. نعم. مستقر في الامارات، الامارات بلد وفر لي حياة كريمة لمدة 20 سنة. نعم. شاركت بكل المهرجانات الدولية لخارج الإمارات ممثلة لدولة الإمارات، اشتغلت مع 13 فرقة مسرحية هناك، وأصدرت، وهذا يمكن أمر ما حد يعرفه، أصدرت بحدود 12 كتاب مسرحي بين نصوص مسرحية للأطفال ونصوص للكبار ودراسات وبحوث ومقالات نقدية، وكنت أنشر في الصحف هناك وأصبحت سكرتير مجلة الكواليس التي هي متخصصة بالمسرح، وفزت بجوائز عدة كثيرة، أهمها التانية الذهبي في مهرجان قرطاج عام 2002 بمجموعة من الهواة، كنت أنا المخرج وأنا السينوغراف بالنسبة للعرض. بعد هذا كله وجدت أنه اصطدمنا بعقبة اسمها عقبة العمر، فهناك عمر محدد لأنه كنت موظف أيضاً أنا. نعم. كثير اعتنيت بموضوع المهارات الأدائية للأطفال، اشتغلت من أعمار 8 إلى 12 سنة وأسست 4 مهرجانات، اللي هي مهرجان أسست وساهمت في تأسيس مهرجان للجيرة الدولي للمونودراما، وهذا موثق يعني تاريخيا الموضوع. نعم. وكذلك مهرجان دبي لمسرح الشباب، ومهرجان الإمارات لمسرح الطفل، ومهرجان الوطني لمسرح الطفل تحسن 13 سنة. أيضا سويت للأطفال مهرجان يتسابقون به. كل هذا يعني قدمت بي عصارة جهدي. نعم. ولكن يا زارعا في غير أرض كما جنيت. ليش المسرح دائما متهم انه ضد السلطه؟ طبيعي هو ضد السلطه بشكل مختصر، اقول لك لانه اي تماس بين فضاء المسرح والحيوات التي تتحرك عليه وبين المتلقي هو جزء من الاتصال المباشر، يعني ليس هناك حجب التلقي، هذا يكون اكثر تاثير من وسائل التواصل الاخرى. صح تؤثر، ولكنه حينما تكون بالمقابل أنت تقدم مثلا كتاب في ساعة واحدة أو معلومات يحتويها موسوعة في ساعة واحدة من خلال شخصيات تتحرك، تمنحك الثقة وتمنحك أيضا الصدق حينما تشاهد على المسرح أشياء تمسك من الداخل. لذلك كل الذين لا يعرفون أهمية المسرح يعتبروه هو ضد السلطة. من زمن الإغريق كان يعني أرسطو فانيس واحد من كتاب الكوميديا المهمين. نعم. الذين أثروا على كل الكتاب الكوميديا بالعالم، كان يقدم الكوميديا السياسية، ينقذ عند نساء البرلمان واحد من الأعمال المهمة، عند نقد وعند سياسي الطيور كله نقد سياسي، ويتحدث بطريقة يعني مباشرة. حادة ومباشرة، كانت تؤلب بالرأي العام الإغريقي في ذلك الوقت. فعمليا هو بالتوارث، تجد الآن أي واحد في السلطات ليس في العراق وإنما في الوطن العربي في العالم أنه المسرح يهدد السلطات، لأنه اتصال مباشر نفسي وعقلي ومعرفي مع المتلقي. أنت تعرضت لهذا الموضوع، مساءلة قانونية بسبب المسرح؟ مرة مسرحية يا طيور. بالضبط. أي مسرحية يا طيور كانت مونودراما بوحدي على المسرح، كانت فيها الدكتور عواطف نعيم، تأليف إخراج الدكتور عواطف نعيم. نعم. تحياتنا لها. وهذا العمل طبعا انا اعتبره واحد من عيون الاعمال التي قدمتها، اللي هو يا طيور. يا طيور طبعا عمل رائع جدا. السينوغرافيا كانت لفنان قدير هو سهيل البياتي، واحد من اهم السينوغراف بالعراق. وهذا العمل شويه كان بتحريض بكلام، تم اعتقالك خارج، هو مو اعتقال حقيقه، هو تحقيق بسيط صار. نعم. يعني ارسلوا علينا وقالوا انه انتم ليش تتحدثون بهاي الطريقه على عن الجهات المعنيه. يعني انا مثل يوم جاي اعرض بالمنتدى، لاحظت بداخل الصاله تقريبا 3/4 القاعه طلعوا وخافوا، لانه بادانه مباشره للاجهزه القمعيه، يعني اجهزه الامن والمخابرات والاستخبارات وكذا. نعم. وشلون هذا هو حصيل، لان هو جندي مجنون جاي من الحرب
وهذا عنده رسالة يريد يوصل لها الضمير العالمي، أن أوقفوا الحرب. هي رسالة إنسانية صحيح، لكنه بذاك الوقت اللي كان يعني يعتبرون أنه أنت يجب أن تكون يعني تكون عملك جانب تعبوي للمتلقي العراقي، يعني تكون أنت تعبي، وإذا أنت تقدم وجبة معاكسة ومغايرة لما مرسوم لك، إذن لابد من أن تعارض المساعدة، يعني تعاد الأمور. شنو اللي صار وقتها؟ والله بعثوا علينا، احنا كنا بعد العرض بالمسرح الرشيد قدمنا، ويشاع انه انا قدمت العرض لمره واحده، وبالحقيقه انا قدمته في الاردن مره واحده، ولكن عندما عدت الى بغداد قدمنا 10 ليالي عرض مسرحي. هذه معلومه لاحد زملائي الفلانين الذين ذكروا اني قدمت العرض لمره، هم ذكروا قالوا انه العرض انعرض مره واحده فقط. لا انعرض 10 مرات، وكنت أنا أقدمه بالرشيد. بعد أن غادرت العراق قدم يعني بممثل آخر اللي هو الأستاذ جواد الشكرتي، وأيضا تحياتنا إليه، وقدم الرجل العمل وشاركوا به بتونس وفازوا بجائزة أفضل عمل متكامل. طبعا إخراج المخرج الكبير محسن العلي، يعني تحياتنا إليه أبو علي، يعني مخرج مهم أغنى الساحة العراقية بالمسرح الشعبي وليس المسرح التجاري كما يدعون. على طاري أستاذ جوال الشكرتشي، من الغول اللي بيكم على المسرح؟ والله دائما كانت هذه الفكرة أنه بين أستاذ محمود أبو العباس وبين جوال الشكرتشي. هو كل ممثل إلى قدراته وعدة إمكاناته الأدائية على المسرح. أستاذ جواد مهم على المسرح، عنده ظل رائع، صوت رخيم، أداء متدفق، عنده شجن وشاعرية مهمة بالأداء، وتحولات في الحالة النفسية، اسم لا يستهان به بالمسرح العراقي أستاذ جواد. أنا دائما لا أعقد مقارنات، لأن لكل شيخ طريقة كما يقولون. قبل قليل ذكرت قلت أنه أنت الرسالة اللي وجهتها لي فنان معين أو شخص معين عن موضوع المسرحية أنه انعرضت مرة واحدة. أي أنت حتى بالإمارات تحاربت من النجوم العراقيين. هو مو حرب، هو بس هو بال يعني أنت دائما من يعني دائما حينما تكون في المقدمة تكثر الطعنات من الخلف، فدائما أنت من تقدم شيء هما أي إنسان ما قادر على تقديمه، بالتأكيد هو يحاول جد الإمكان أن يوقف العربة. يعني أنا أتذكر واحد من الزملاء قال لي لا تشارك هالسنة بأيام الشارقة المسرحية، خلي شوف دربنا. فما شاركت، ما فاز هو بالجائزة. هو كان حتى أنه لا تفوز أنت بالجائزة. أي هو طبعا قالها بالضحك، يعني هو بالصدفة صارت أنه أنا ما شاركت، فرحت قلت لها شو ما حصلت شيء، بينما لأنه أنا سنويا يفوز عندي العمل بأربع جوائز، 3 جوائز، جائزتين، خاصة في مجال التمثيل، لأنه أنا كثير أهتم بتدريب الممثل. صح. هناك مشهور بتدريب الممثل، حتى أني قدمت بحدود 36 ورشة مسرحية متخصصة في التمثيل، امتدت هذه إلى جزر القمر بتكليف من الهيئة العربية للمسرح. رحت إلى جزر القمر في المحيط الهندي، يعني في مجاهيل المحيط الهندي، هناك في الجزر التي لا يعرف عنها الناس كثيرا، أيضا أقمت ورشة للتمثيل. أنت هواية ساعدت فنانين حتى بدخولهم للإمارات، بس دائما يخذلوك دائما. والله دائما يخذلوك، حتى يمكن شخص هو كان اخر يعني شخص الله 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 يهديهم، الله يهديهم عبر هذا الموضوع، لانه ليش يألمني كل شيء. يألمني زين، ليش هذا الموضوع يعني وياك تحديدا؟ ما اعرف، انا اشوف يعني حتى انا شخص دون ذكر اسماء دخل للنكته، انا ما اكثر من الدول المانحه. هذه الطيبه اللي قلت عليها قبل شوي، الطيبه اللي ما لها معنى. يعني انا دائما يعني عندي دائما اقول الجمله اللي قالتها فيروز العظيمه، انا عندي حنين ما بعرف لمين. حقيقه عندي، لانه انا احب الناس كثير، احب اساعد، لان سجيتي هالشكل تربيت مكانك. اهلي ايه اخذوا مكاني، اخذوا مكانك يعني. لكنه هذا الشخص تحديدا انت اللي ساعدته بدخول الامارات، وساعدته حتى يمكن بهوايه اشياء، وبالتالي اخذ مكانك واخذ حتى العمل منك، حتى يمكن سكنك اخذه منك. هو اوتوماتيكيا يعني من يجي يشتغل بمكاني يروح يسكن بنفس المكان، بس انت اللي جبته.
بعد هسه هو يعني هذا موضوع راح، احنا لا نلتفت. شو توجه له اليوم؟ شو تقول له؟ اقول له الله يحفظك ويوفقك ان شاء الله ويطول بعمرك ومزيد من العطاء ان شاء الله. الدنيا محكمه العدل بيها ضايع لو احنا محامين فاشلين. اثنينهم احنا محامين فاشلين جدا. والعدل خاصه عندنا كل الاشياء مقلوبه الموازين، يعني يعني الدنيا العدل ضايع بيها واحنا بالتالي ايضا محامين فاشلين. طبعا طبعا، لانه احنا اكو مشكله بينا انه المنظومه القيميه عندنا اختلت. يعني كل اللي صار بالعراق هو مو تهديم البنى التحتيه ولا هدم البيوت والقصور الاماكن، اكو شيء وصل العدو المحتل وصل الى العمق، هو انه غير من نفسيه الانسان العراقي باتجاه الوشيجة العائلية، الرابطة المجتمعية، الانتماء للوطن، الوطنية عندنا. نعم. خذنا الوطن احنا. صح. اي، لانه احنا ما نحب بلدنا، هواي ما نحب، يعني تلاحظ انه الناس ما تحب بلدها، لان انت يعني حتى بقيمنا الدينية يقول لك يعني واحدة من اهم الحسنات هي إماطة الأذى عن الطريق. واحنا هذا الان اكبر فوضى عاجة في العراق الآن هي الطريق، لأنه تمين تستلم الإشارات إلى عقلك أن يتنظم ويضع الأشياء في نصابها، حينما تجد أن كل الأمور تسلك بشكل طبيعي ومنتظم وقانوني وليس هناك رونج سايد. سفرك للإمارات مثل ما قلت أنت أنه خارج عن إرادتك، إيش قد نحجز عائلتك هنا؟ وين؟ بالعراق. من سافرت؟ من سافرت. بقوا عائلتك هنا بالعراق سنة وشوية، بقوا محجوزين، لأنه كنا نوقع إحنا على وثيقة أنه أنت عندما تغادر العراق تبقى عائلتك إلى أن تعود. والذي يعني الذي يكفل سفرك أيضا ممنوع من السفر لحين عودتك. أنا كان كافني أبوي الغالي وأستاذي العظيم الله يرحمه جعفر السعدي، الله يرحمه، أبوي حبيبي هذا. أي. المراوغة هي قانون لعبة كرة القدم. بالضبط. الدنيا علمتك تراوغ؟ أنا فاشل بالمراوغة، لأنه كلش صريح ومكشوف وواضح. دائما أجل الأشياء المختصرة والطريق العدل. لذلك أشبع عثرات. هاي قلناها قبل شوي، أنه بطيبتك تخونك دائما. يعني أكو أغنية أريد أسمعك إياها وبعدها نرجع نحكي. يا أمي يا أمي الوفا، يا طيب مني الجنة، يا خيمة من طيب ووفا، جمعتنا بالحب كنا. يا أمي يا أمي الوفا، يا طيب مني الجنة، يا خيمة من حب ووفا، جمعتنا بالحب كنا. تعلمت الصبر منك يا يمه، الهوى انت الهوى ومحتاج اشمه. تعلمت الصبر منك يا يمه، الهوى انت الهوى ومحتاج اشمه. الله يرحمها الوالده. الله يرحمها. انت يعني تروح على يعني بالحقيقة أمي ما أشبعت من عيدة، ما شفتها هواي. كنت صغير؟ صغير أني توفت. رغم أنه أنت أكثر واحد كان وياها. أنا وياها أصغر واحد بالعائلة، ما عندنا أخت بالبيت، يعني دي خوات من أبويا بس عايشات ببغداد، يعني نعم. عندي بحدود 4 خوات، واحدة منهم توفت الله يرحمها، أختي فاطمة الكبيرة وفوزية وربيعة ونعيمة. ما أشبعت من حنان أمك؟ أي لا أشبعت، بس هي شنو بيها فد شيء الله يرحمها. الله يرحمها. فعلا هي نمط من النساء الصبورات، يعني امهات قبل يسموهن عندنا، يعني هسه قليلات ما موجود. نعم. من عندنا فد شيء رائعه، وعندها تفاصيل كل ما اتذكرها اني كثير اتالم من داخلي، انه احنا ايش قد كنا
ما مثقفين أزاء فطرية الأم. أسأل إحنا مشكلة كل الناس هي الأمهات. أي واحد هسه الآن تمسكه تقول له نقطة ضعفك يقول لك أمي، هو حقيقة. أكثر فترة احتاجتها بها؟ أنا أحتاجها لحد الآن، لأنه الأم من تروح فعلاً الإنسان يتيتم مثل ما قال أحد الزملاء. الله يرحمها. الله يرحمها ويرحم والديك. هذه الشخصية والملامح هذه الموجودة اللي عندك والجدية، نقاط ضعفك شلون تخفيهن؟ مو نوبات يعني تتعالى على الكثير من إخفاقاتك. أنا كافح دائما هذه الأشياء بالعمل. يعني أذهب باتجاه القراءة، الكتابة، العمل، حتى لا أستطيع أن يعني أن أتوقف. لا أستطيع أن أتوقف دائما، لأنه أنا أدري أنه ترافق كل عمل ترافق الكثير من الإحباطات، لذلك ما أتوقف فأشتغل دائما. كل ما أشعر أنه أحد يقف عائق أمامي أحاول أبرهن له أني ما زلت أتنفس وأعمل وأحيا من خلال العمل. هو الناجح اللي يصنع من لحظات الفشل سلم يصعد به. بالضبط. كم مرة واجهت الفشل إلى أن أصبحت اليوم محمود أبو العباس اللي قاعد قدامي؟ هواي هواي. إحنا صنيعة الفشل. شوف أكثر الأشياء إبداعا بالحياة هي التي تبنى على تجربة فاشلة. أكثر حالات الإبداع عند الإنسان عند ما يكون هو فاشل. فأنت مثلا من تجي تقدم مسرحية الآن، تقدم الشخصية باليوم الأول، تقدم كل ما عندك، رهبة الجمهور، ثاني يوم تنطفي رهبة الجمهور فتقدم ما عندك بطريقة أبسط. يجيك الناس يقولوا لك والمشاركين يقول لك البارحة كنت أفضل. ليش؟ لأنه واحدة من مسلمات الفشل عند الإنسان هي الثقة الزائدة في النفس، يعني خاصة عند الممثل، عند الفنان بشكل، عند ما يقتنع أنه هو قدم أشياء عظيمة وما بعده الطوفان، وهذه الآن مستشرية بطريقة فظيعة. يعني بينما احنا قبل كان اللي ياخذ الورقة مع الاي تي اي يفوز أفضل ممثل يقوم يرجف، لأن يقول ايش راح أقدم السنة الجاية، يصير المسؤولية أكبر. اي هسه ماكو يطلع له فريمين بالتلفزيون يصير هو يلغي ما بعده، يلغي ما حوله. صحيح. بدليل الآن نبرة أكو موجودة بالوسط الدرامي، الشباب خاصة، يعني يقول لك احنا بعد ذول الشياب ما نريدهم. يعني اكو عندنا نجوم لغوا نجومنا السوابق، ماكو احد يلغي الثاني. شوف انت لو تأشر مؤشر لحركة الإبداع بالحياة، شو يقول إرنست فيشر؟ هذا بالفن والاشتراكية عنده كتاب، يقول أولى حالات الإبداع هي حينما بدل الإنسان إنزال الثمرة باليد باستخدام العصا. يعني من استخدم العصا بدأ هو ينتقل إلى مرحلة الإبداع. شوف قد بسيطة هي. صحيح. لأنه قانون الجاذبية عند نيوتن. شنو كشفته؟ كشفته سقوط ثمرة على الأرض. بالضبط. فهذه أحياناً الصدفة أو هذه الأفعال اللي ترتبط بإبداع الإنسان تطورة هي تأتي من أمور بسيطة جداً. فأنت يعني من تشعر أنه صار عندك تحول بالفكر ذيك الساعة، يجب كل ما أن يزيد العلم، كل ما يزيد الفكر عندك، كل ما يزيد عندك المنجز الإبداعي، يجب أن تخاف كثيراً. أحدهم مرة فاز بجائزة، ثاني يوم فات ما سلم عليه. اي فقلت له اذا تريد تعال للبيت، عندي صندوق كامل بجوائز حدايد على قولتهم، اخذهن وروح. وفعلا يعني لو اكو كاميرا تروح راح تشوف كثير انا محصل جوائز. 90% من الجوائز العربيه انت حصلت. يعني ما مهمات. تعاليت على غيرك؟ ما شلون؟ لا شلون تعال على. احنا ربونا ابراهيم جلال. شنو الفرق بين جيلكم وجيل اليوم بالنجوم؟ احنا ربونا اباء، ربانا إبراهيم جلال وجعفر السعدي وسعد عبد الرزاق، وربانا بدري حسون فريد، إبراهيم الخطيب، ربانا جاسم العبودي، ربانا عوني كرومي، صلاح القصب، ذولا دكتور عقيل مهدي، ذولا آباء. ليش اليوم مربوا على هذا الجيل؟ لأنه الآن كل الأشياء اختزلت وصارت بسيطة، ثقافة البريك فاست صارت كلش عادية يعني.
حتى الوجبات هذه ثقافة الوجبة السريعة أصبحت هي المستشرية، وهي قدرة استهلاكية لإضعاف قدرة البشر على التفكير. الدراما عندنا صارت مصالح وعلاقات؟ علاقات ممكن، لكنه ما زال بالخير بقية، يعني ما زال أكو ناس الآن يسعون لتقديم دراما حقيقية. بالعكس إحنا ما نقطع الظن بالشباب، يعني إحنا عندنا شباب رائعين، طاقات شبابية موجودة أكيد، رائعين طبعاً جداً، يعني ممكن أن يخلقون حركة، لكن خاينهم رأس المال وعدم اهتمام الدولة بهذا القطاع اللي هو القطاع الدرامي. في الوقت اللي الآن في سوريا، ونحن لا نختلف كثيراً عن ظرف سوريا، في سوريا الآن هناك إنتاج ضخم وكبير ورائع، وحتى بدأ يشكل بالنسبة للسوريين هو مصدر رأس مال مهم، لأنه السينما أول كتاب ناخذه بالصف الثاني أكاديمية الفنون جميلة يقول السينما صناعة وفن. صناعة، الصناعة مرتبطة بماذا؟ بالتجارة، يعني كل ما يكون المنتج منتج ذو قيمة كل ما يكون إلى تأثير على المتلقي. عن دائما أكو اختلاف بالآراء بينك وبين الفنان الكبير تحياتنا إليه سعد عز خيون. لا شلون اتفقتوا بالفندق؟ منو قال احنا ما مختلفين؟ دائما أكو بيناتكم يعني يمكن فكرة غير عن فكرة، أو كانت بيناتكم فترة زعل؟ لا، زعل فني صار بيناتنا على عمل فني ما اشتركنا به سوى، لكن سعد عزيز فنان كبير، أستاذ عزيز فنان محترم وأستاذي هو. كان الزعل على العمل فني؟ أي يعني زعل بسيط. وصالحته بعده؟ أنا ما مزعلي حتى نصالح. عزيز وغالي أبو نوار. النجم اللي اليوم تتمنى أنه يكون أمامك وأنت عندك محبة إلى ما تنوصف، هذا الفنان واللي إحنا كليتنا نتمنى أنه الدراما العراقية يرجع ويكون بها اسم موجود من الأحياء؟ نعم، بهجة الجبوري ومقداد عبد الرضا، ذولا الاثنين. أنا نفسيا شو أذكرك، أقول لك شيء مهم. شوف، من اشتغلنا ذئاب الليل إحنا كنا وحدة واحدة، كنا أصدقاء، واحد يحب الثاني وواحد يطلع الثاني ملاحظات. صار خلاف مرة بمسلسل ما كملته، إخراج الله يرحمه إبراهيم عبد الجليل، تأليف عادل كاظم، الأيام العصيبة كان بطولتي، فكنت خلاف عدي أنا وأبو أريج أستاذ مقداد، تحياتي إليه حبيبي وصديقي. لكنه من إجينا للتصوير بأول مشهد أنا طويل، يعني أطول من أستاذ مقداد، فالإضاءة كنت لازم أدنك، فصار شدو على عيني. نعم. قال لي من تحت شوية يرفع راسك شوية لي فوق على مد عيونك تحسسن الضوء يصير بها تعبير. هساي وين تلقاها؟ ماكو. فهم ذول البقية الباقية من الحياة، يعني الواحد يتعلق بهم. ليش عينك دمعت؟ مقهور على الناس، يعني مقهور على ما آل إلى الوضع بالدراما العراقية. احنا طاقات مهمة بالعراق. دائما من يذكر الأستاذ بهجة الجبوري دمعتك تسبخ كلامك. لا بطلت هسه بعد قوم، لأن هو يقول لهم ليش يعني من يذكرني هو محمود يدمع. دائما يقول يدمع. بهجة معلم. معلم بالحياة مو بالتمثيل، لأنه رجل عصامي ورجل شخصية قوية، محب للأصدقاء، نشأ عائلة من أروع ما يكون، وكلهم ما شاء الله أطباء، ومهندس مصطفى مهندس الله يحفظه ويحفظ الباقين. نعم. وهو كفنان يحترم وقته، يحترم، تعلمنا منه كثير، يحترم التمرين، مقسم وقته بشكل صحيح. ليش لليوم ما رجع؟ أنا أتمنى، يعني شلون كنت أتمنى خليل شوقي يعيش 1000 سنة، كنت أتمنى أنه وإن شاء الله عمر طويل لأبو هدى أستاذ بهجت أن يعيش فترة طويلة جدا، لأنه بهجت الآن الله يشافي شوية بعافية، هو صحة صحته إن شاء الله ندعي له بالصحة إن شاء الله، ذلك الدمع عيني عليه. القلب تجويف لا يتسع إلا للأبناء. حقيقة، لأنه شوف هاي عندي مسرحية اسمها مقام، اسمها مساء الورد.
الأبو يقول يولد الآباء الجبناء، فهم يتمنون أن يسفون التراب الذي تدوسه أقدام الأبناء. الله. القلب تجويف لا يتسع إلا للأبناء. هي تقريبا بها سجع إلى حد ما، أو بها نظم إلى حد ما بقافية، لكن بها قصدية عالية، إنه شقد الآباء يحبون أبنائهم. الآن تجربة الحياة فضحت هذه العلاقة وبدت يعني تسيء قضية هاي التكنولوجيا الحديثة، هذه العزلة عن وجود هاي الوشائج بين الآباء وأبنائهم. أنت والد لي حيدر فقط. حيدري دكتور حيدر. الله يخليك إياه. دكتور حيدري ابني. آدم إيش يعني لك؟ آدم ما عز من الابن إلا ابن الابن، أو ولد الولد يعني. آدم متعتي بالحياة الآن، هو زغرني 10 سنين اللي ورا. أدوم يا حبيبي. أنت فقدت 7 أطفال. أي. 7 من أطفالك فقدتهم. أي. وبقى بس حيدر إن شاء الله العمر الطويل إليه. أي يكفي عن 7. دكتور حيدر. حيدر يكفي عن 7 إن شاء الله. هو شجاع وبطل وممكن أن يسوي عائلة ممتازة. شنو أسمائهم 7؟ أهم نرجع على نفس المشكلة، لأنه أنا هذا الموضوع ما أحكي به أصلاً يعني. ما أقدر أقول أسمائهم لأنه ما أتحمل. فهم تعذرني. يأديك هذا الموضوع. سألوني في لقاء سابق. يأديك هذا الموضوع. جداً. أكنت أتمنى يصير عندي 12 طفل. أي. ما راح أبكي. الله يرحمهم. الله يخليك. الله يرحمهم. الله يرحمهم. حكينا احنا قلنا عن موضوع الدراما وحكينا عن كل هذه الامور اللي قلنا بها. عندك ثقافه الانتقام وشلون تستخدمها؟ لا، انتقام سلاح ضعيف. انا عندي قدراتي هي التي تعزز محو قدره الانتقام عند الاخر. انا دائما سريع الانسحاب من الناس اللي اشعرهم يسيئون. نعم. ويأذوني يعني. أي يعني ما عندي ليش أنتقم من عنده؟ ليش أنا إذا أنا أنتقم من عنده إيش أبقي رب العالمين؟ أحلامك متفلسفة لو سهل تحقيقها. ما أنا قلت لك إحنا نوبات خيالنا جامح. فالمدينة الفاضلة عندنا هذه المسورة بالورد ومرشوشة بالريحان، يعني دائما هاجسنا انه نشوف المدن كلها فاضله وجميله بالحياه. ويعتقد امر لا يحقق ولا يمكن ان يحقق في حال من الاحوال يعني. ليش؟ صعب، لانه الان اي شيء بالحياه يحتاج الى ان تكون ذاكره حاضره عند الانسان. شوف الان احنا ليش نقول يا جماعه اهتموا بذاكره الطفل؟ في خضم هذا الكم الهائل من المشاكل، من القسوة على الإنسان العراقي، في خضم هذه السرقات وهذه الدمار الحقيقي، هذه المشاهد المرعبة اللي شاهدناها بالتفجيرات والتفخيخات والموت المجاني والقتل والكواتم، تشوف إيش قد هذا الطفل من يطلع عبول الشارع ويشوف جثة الطفل يطلع وياه ويشوف جثة، هذا إيش قد راح تبقى بذاكرته؟ 60 سنة. عمليا انت هذا يعني هم بالغرب يدخلون الواحد اللي يتعرض الى هزة نفسية الى مصحة نفسية، يودونه يقولوا له تعال سوي نقاهة ويجيبوا له طبيب مختص. احنا هنا لا، هنا غير. صح. من نجي احنا نشوف قدامنا صورة مدمرة ممسوخة، نشعر بال بحالة من ال يعني من الترك، أو حالة من الإعفاء، حالة من الابتعاد، لأنه الطفل الآن أعود الموضوعي يحتاج إلى ترميم ذاكرته من جديد. لذلك أطفالنا الآن تشوفهم كلهم عندهم مشكلة، هذه ما تحلها إلهم أن نوزع عليهم أسلحة كلعب. بالضبط. كل شيء تهمنا أنه الآن نرجعهم إلى
جادة الصواب إلى النشيد، إلى الموسيقى، إلى الرسم، إلى النحت، إلى التمثيل، إلى يعني كل المجالات الإبداعية اللي تحاول شو تسوي؟ تحاول أن تخلق استقرار نفسي عند الطفل. نعم. وهذا غير موجود، لأنه الآن أضعف دائرة عندنا بوزارة الثقافة دائرة ثقافة الطفل. قدرت تجمع بين النجاح المادي والمعنوي؟ إحنا أكثرنا، مو أكثرنا يعني 98% من عندنا يموتون فقراء. بالضبط. لأنه أنت ما عندك حركة إنتاج واسعة حتى تستطيع من خلالها تبني لك مكان أو تسوي لك فد إرث لعائلتك. أسماء مهمة راحوا وغابوا عن هذه الحياة وهم قدموا عطاء كلش يعني عطاء مال 100 واحد، لكن راحوا كمبدعين. ما أريد أذكر لك أسماءهم، لكنه أنت لو تأتي إلى أساتذتنا اللي ذكرت لك جزء من عندهم. نعم. اللي مات بالغربة واللي مات عندنا هو معوز واللي راح دار المسنين واللي يعني ليش هذا الإهمال للفنان عندنا؟ أكو تدني وتراجع في المنظومة القيمية والأخلاقية عند السلطة. لأن هم بقوا يعتبرون الفنان هو هامش، ما اعتبروه متن، يعني ما اعتبروه فد شيء أو قدرة على تغيير القدرة. من النظام السابق الفنان أنا يعني إحنا ما نتحدث على الأنظمة السابقة، يعني لأنه هو الإنسان بشكل عام يعني ما كثير أكو اهتمام به، لأنه يعتبروه فد شيء يعني شيء ثانوي بالحياة. الفنان هو مكمل ترفيهي، بينما الفنان هو مهندس فكري للمجتمع، وهي فكرة يعني لا يبلغها إلا ذو عقل سليم يعني، وأنا ما أراهن على عقل الموجودين بالسلامة يعني. الشخص اللي احتواك واللي حتى زوجك واللي أنت تحس نفسك مقصر تجاهه؟ حامد خضر، الراهب المسرحي. أي الراهب المسرحي، أستاذ حامد خضر الله يرحمه ويحسن إليه، هذا واحد من أقرب الشخصيات اللي بالوسط الفني، لكن فاجأني بموته. يعني هو كان جدا طيب وبسيط وثري بمعلوماته. احتواك هو اللي زوجك؟ جدا ببيته، يعني احتوانا ببيته فترة الخطوبة قبل لا أتزوج. كان قريب، حتى أنا من اشتغلت بالجامعة واشتغلت مسرح النجاح وكنا نقدم عروض مسرحية، يقولوا لي برمضان أنه كان يأكل خبزة ومي، يفطر على خبزة ومي، وعايش في غرفة داخل المعهد مثل الصومعة، وكان عنده كتاب مهم من سرق عن هذه أول مرة أقولها بال يعني بالإعلام، أنه سرق اللي هو الإسلام والمسرح. اي يعني كتب موضوع جدا مهم عن المسرح وعلاقته بالاسلام بالاديان بشكل عام، لكن المسوده سرقت، حتى انه انا كنت اروح اقول له تحتاج مساعده ابو احمد، يقول لي انا بس اريدك انت بخير، ويجيني يقعد، ما يقعد جوا بالغرف، يقعد على الدرجات، يقول لي انا ما اقدر ادخل جوا. فحامد خضر علامه من علامات الانسانيه المهمه بحياتي، الله يرحمه. الله يرحمه. آلة الكمان، اي شو ذكرك؟ انا آلتي الكمان اعتبرها مطرب، يعني ذكرك بموقف معين؟ مغني، والله غايب عن فكري يعني. عازف كمان ممكن او شيء؟ لا هذه بمسلسل برنامج صاعد النخل، كنت امثل واحده من المشاهد اللي اعزف بيها كمان. الناس بعيد عن هذا الموضوع، وانت بالغربه ممكن عزف كمان سمعك كلمة نزلت دمعتك مباشرة أنت؟ يعني أنا شوف هذه الأمور اللي ما تبقى راسخة بذني، لأن أنا عندي طفح عاطفي، يعني عندي عاطفة كلش أزيد من اللازم، فدائما العفو، أعفو عن الآخرين والعفو عند المقدرة. شنو الموقف اللي صار؟ بسيط، هو كان يعني صار خلاف بيناتنا وتفاصيله بسيطة جدا، لكن هو كان كثير هي اكو كلمة كلش اذتك ما اتركها،
لا اكيد ما راح نقول. ارجوك ارجوك. لا اكيد ما راح نقولها. لا ارجوك تركي. هذيتها يعني كلش هذه الكلمه. يعني ما يخالف. النسيان نعمه. هو لولا النسيان لهلك الانسان. ليش يقول لك؟ يقول لك ويلهم ذويها الصبر والسلوان. سلوان نسيان. يعني حتى يعني بعيد الشر عنك. المشهد اللي ما تنساه بحياتك. المشهد اللي ما انساه بحياتي عد ما اخذوني وانا صغير شفت امي على دكه التغسيل، على دكه المويه. قد كان عمرك؟ 8 سنين 9. ما يروح من بالك هذا المشهد؟ لا ابدا. الله يرحمه. مهما كبرت اعود بين يديك طفلا صغيرا ما كبرت لديك انت اماني راحتي وسعادتي قلبي لنيل رضاك عاد الي شوف هذا واحد من المشاهد المؤلمة يعني انك تعيش وسط هذا الألم انه انت جاي تلعب كرة قدم بالشارع ويجيبوك وياخذوك الى مكان انت ما شايفه بحياتك ويقول يقال انه هي كانت عينها مفتوحة فمن قالوا ما يجي صدق كذب ما اعرف الموضوع يعني قالوا انه عينها انغلقت من اجيت انت وشافتك أو شفته لذلك هم يقولون الميت يحس من حوله يعني كانت عينها مفتوحة من شافتك يلا عينها انسدت كانت تشكل مفتوحة شوية فمن جيت باوعت بوجهها غمضت سبحان الله أنت ناوي تبكيني مو أنا شوية صار عندي جلد من هاي الأشياء يعني إحنا حتى إذا بتشيك بتشيك بمحبة حبيب قلبي يسلمك يسلمك العمر الطويل لك ان شاء الله الله يسلمك حبيبي والله يعوضك خير دائما ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله انت ادم اللي منسيك الدنيا كلها اي دومي هذا صديقي الله يخليك يا حبيب قلبي صديقي ادم اريد ويا كامرتك شخص انت قلت لي انه انت طيبه قلبك وعندك مسامحه للكل اي شخص جرحك واذاك اي تسامحه اي منو هذا الشخص ويا كامرتك اسمه مستحيل انا عندي مبدا بحياتي اقول انه دائما احنا مجتمع الفنانين مجتمع صغير ومسلط علينا الاضواء هناك افعال عصيه بالمجتمع تحدث ما حد يسلط الضوء عليها لكن احنا مجرد ان واحد يغلط غلطه واحده تكتب عليه يكتب عليه ما يكتب صح لذلك انا يصيدون بالمال عكر ها يصيدون بالمال عكر اقول لك عن ذلك انا ما اشعر اكو اهميه الان بعد ما صار لان هو يجوز خطط لها اسابيع واشهر وسنوات حتى ياذيني انا هسه بلحظه ما اقدر اختزل كل هذا الجهد اللي بذله خطيه اشفق عليه هواي مجروح يمكن من المقربين ومن الاصدقاء اشفق عليه اكو هواي ناس ياذوك يعني حتى حضرتك مصطفى نوبات اكو ناس من جيلك مثلا يقول لك هسه شنو مصطفى جايبينا يقدم برامج صح هذا لا تهتم له لان هذا ليش خطيه هو يعني ظل ياكل بنفسه وانت تستمر تقدم عطائك عطائك هو اللي يضعف عنده قدرة الانتقام وقدرة الحسد وقدرة الكره وقدرة عدم الجدوى من الحياة بالعكس انت جاي تنفعه يعني جاي تبنيه بشكل صحيح متقدم لعمل أفضل مما هو يشتغله أنا مو يعني مو رجل مثالي بقدر ما أنا عندي شعور أنه الله يسامح كل من أذاني لأن الله موجود يعني الله المنتقم الجبار ما لا انا ما حتى انا مفهوم الانتقام شايله من بالي مستحيل اسلمهم بيد الله انتهى الموضوع متروك يعني اشوف انا تارك نفسه لان هم في لحظه من اللحظات يشعرون انه احنا ليش اذينا هذا الانسان وهو ما سوى لنا شيء
لذلك أني المحبة عندي هي الشعار الأبدي والأزلي إلي. أنا أحب كل الناس اللي موجودين. أحياناً على طار المحبة، أي قبلة محبة واحترام ويا كامرتك لشخص واحد الآدم، تذكر لي اسمه؟ هنا الأدومي حبيبي، الله إن شاء الله يجعله من أبناء السلامة. آمين يا رب. ويحمل اسمنا بطريقة ممتازة ويصبح واحد من المؤثرين بالحياة الاجتماعية، وإن شاء الله أي تخصص يختاره يكون مؤثر به، ويقولون هذا سليل هذا الرجل، وهي نعمة من رب العالمين. من سلالة العملاق. لا العفو. الكبير لا. الأستاذ محمود أبو العباس. أستاذ محمود، أنا أريد منك تكتب لي كلمة للقناة. خليك مكانك قاعد، أنا أجيك تكتب لي كلمة للقناة وللبرنامج. أي تفضل. اليوم كان ضيفي بحلقة برنامج أنا الممثل والكاتب المسرحي والمخرج الأستاذ محمود أبو العباس. هذا جزء من الشخصية اللي شفناها، يعتبر أحد الأرقام الصعبة الموجودة في الساحة الفنية العراقية. أتمنى لك كل الموفقين إن شاء الله، وبوجودك إن شاء الله تعمر الدراما العراقية. أنا كتبت أقول كتبت؟ قول إيش كتبت. أنا كلش مؤمن بجملة تقول قل كلمة وامضي زي السعة الأرض. الله. لأنه أنت لا يذكر بعدك إلا عملك. الناس أما تقول عنك أنت إنسان طيب أو تقول عنك إنسان ليس طيبا. إحنا ينقصنا المحبة، أتمنى أن سود المحبة تعود لأواصر الاجتماعية الحقيقة. أن ما يترك الأب المسن، وأن لا يعلم الرجل ابنه على عدم الاحترام، وأن يشعر الصغير بألم الكبير، وأن يشعر الكبير بحاجة الصغير إليه، وأن تنتبه هذه الحكومات المتعاقبة علينا إلى هذا الشعب المسكين. أن نحن لا نريد منهم شوارع، نريد أن يرجعوا إلينا أنفسنا. وشكرا. أنا اللي أشكرك حبيبي. أريد منك قبل ما تختم، إيه؟ قبل ما أختم، رحت للوزيرية؟ إي قبل 3 أيام رحت للوزيرية. إي هاي المحبة للوزيرية. الوزيرية أنا أحسها قلب بغداد. لأنه الوزيرية أولاً من ناحية المعمار بيها فد، ولو خذلونا أنه الآن تحولت إلى كلها مظاهر بسيطة يعني. صح. بنت والبيوتات الجميلة ورائحة الياسمين بيها ورائحة القداح. قبل ما كنا نطلع من كلية أكاديمية فيلم جميلة وأيام المطر نفتر نتمشى بيها. جميلة الوزيرية وحلوة، وهواها يختلف عن الهوى في كل بغداد. أريد منك ويا كامرتك قبل بعد ما أختم، أريد سؤال تسأل نفسك وتجاوب عليه أنت بنفسك. بالختام تقبلوا تحياتي وتحيات كل كادر البرنامج. حلقة اليوم كان شامخ كنخيل البصرة ابن البصرة. شكرا. النجم الكبير الأستاذ محمود أبو العباس. شكرا. كلمة إليك، السؤال تسأل نفسك وتجاوب عليه. السؤال هو هل تستطيع أن تغير ما بنفس الإنسان؟ أنا أقول لا يغير الله. مو والتكملة لكم. شكرا شكرا حبيبي.